بعد قرار وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن الذي يتعلق بضرورة ضبط ظاهرة انتشار الأكشاك والبساط على الطرقات، كان لموقع يسور جولة بين الناس لمعرفة آرائهم حول هذا الموضوع. المفروض يعني يكفوا أيادي الحرامية الكبار اللي عم يأكل لقمة المواطن الفقير المعطر، وبعدين يجوا على المعطرين، مش بيتركوا الحرامية الكبار اللي نهبوا البلد وشحدوا العالم وجوعوا العالم وجين يشاطروا على المعطر الفقير. مفروض بدي يطبقوا القوانين بكل شيء، مش ضروري بس على الفقير وعلى البسطة، يعني في شيء بالبلد هون مطبق القوانين كله ظلم واستبداد. هي كل العلاقة بتتعلق لا بقصة قوانين، بقصة سرقة صارت القصة، صارت مكشوفة وطبيعية انه الموضوع انه البلد انه الكبار عم ياكل الصغار، انه لا والعطرة على الفقير. رح نوصل نحن بعد اكتر من هيك، وبتوصل الجوع والقتل والاستبداد مرة هلا عم ياخدوا القرارات الكبار اللي قاعدين على كراسيهم. يعني انت بدك تقيم هالفقير المعطر اللي قاعد عم يقيم، انا مع ايمن بس اعطيهم بديل، لانه هيدا معطر فقير بده يعيش كمان، يعني عامل الكشك هون عامل كشك هون، هذا مين هو شو معه يعني؟ الله يعينه، بس كمان مع ازلته بس اعطيه بديل، حطيه بمطرح معين، ساحه معينه، هذا اهم شيء. مع ازلته بس جاد البديل، مش انه تقطع رزقه وتحطه بالبيت. نحن شو ما بتأمر الوزيرة، شو بتشجع الوزيرة، نحن مع القرارات ضمن النظام اللي هي عامليته، بس ما يكون ظلم للشعب، يكون شيء منيح للشعب انه يفيد لقاء، انه تعمل خط تاني لتفتح ولتنقذ الشعب من الموت اللي عم نعيشه نحن. فإذا هن حبوا يعملوا قرارات صح، نحن مع القرارات الصح ضمن انه يفتحوا خط للشعب الفقير اللي هو قاعد عم يشتغل وينقطع باب رزقته. هيدا القرار بمطرح كتير سليم، هي بداية بلش مع القرار على اعتراض الناس. اليوم بتشوفي على خلدة على الأوتسترال في كيوسكات عم بيبيع مشروبات وكحول وشو اسمه، يعني بتوقف على جنب الطريق بيعطيك الكاس خالص. وبمطرح تاني كمان هي غلط، هلأ بتقدر هني قالوا دغري انه هي بتلحق الفقير وما الفقير وكذا. انا من الناس ممكن خيي عنده قهوة على جنب الطريق، بس خيي مستأجر أرض على جنب الشارع، مستأجر أرض ملك يعني وعمل فيها قهوة، بس اليوم تيجي أنت تحط قهوة بنص الطريق، تعمل قهوة بنص الأوتستراد، هيدي مشكلة، وحتى يعني بتأثر على السير ومسار وبتسبب حوادث. لا يعني بمطرح لا معها حق.